السلام عليكم. سامسونج جالاكسي A55 5G يظهر في تسريب جديد يكشف تفاصيل الشحن السريع. ستطلق الشركة الكورية سامسونج الهواتف الذكية من السلسلة A قريبا، وسيتصدر هاتف سامسونج جالاكسي A55 هذا العام. وحصل هاتف سامسونج A55 للتو على شهادة تيوف رينلاند، مما يكشف عن تفاصيل الشحن الخاصة به. وتشير تفاصيل الشهادة التي كشفت عنها The Outlook إلى أن هاتف سامسونج جالاكسي A55 المحدد بأرقام الطرازات SM A55 6BDS وال SM A55 6EDS وال A أو ال SM A55 6E وال SM A55 6O. سيحتوي على دعم الشحن السريع بقدرة 25 واط. وفي الوقت الحالي تدمج سامسونج الشحن السريع بقوة 25 واط في معظم هواتفها الذكية، وتحتفظ بشحن سريع بقدرة 45 واط لهواتفها الرائدة أو لهواتف الرائدة من سلسلة الجالاكسي S. مواصفات سامسونج جالاكسي A55. فيما يتعلق بالمواصفات المتوقعة، يشاع أن هاتف سامسونج جالاكسي A55 سيأتي مزودا بمجموعة شرائح الإكسينوس 1480 مقصرنة بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 جيجا بايت وذاكرة تخزين سعة 256 جيجا بايت. ومن المرجح أن يظهر لأول مرة مع نظام الأندرويد 14 مع الوان يو اي سي 6.1، والذي من المتوقع أن يتم الكشف عنه قريبا. ومن المتوقع أيضا أن تكون هناك شاشة مسطحة مقاس 6-5 إنش بتردد 120 هرتز تتميز بدقة فول اتش دي بلس. وأشارت التسريبات السابقة إلى وصول هاتف الجالاكسي A55 بألوان الأوسم آيس بلو وأيضا الأوسم ليلاك والأوسم نيفي بلو، مما يضيف لمسة من الأناقة إلى ميزاتها الرائعة. وظهر جهاز آخر من الفئة المتوسطة متوقع بشدة من سامسونج يسمى الجالاكسي M55 5G على موقع الإلكتروني لشهادة مكتب المعايير الهندية، ومن المتوقع أن يتم طرحه لأول مرة في السوق الهندية خلال أسابيع قليلة أيضا. والآن ما رأيكم؟ ما هي أكثر ميزة يجب أن يأتي بها هاتف سامسونج جالاكسي A55؟ وما رأيكم في هذه المواصفات؟ شاركونا عبر التعليقات، ولا تنسوا دعم القناة. دمتم سالمين، أحبكم، مع السلامة.